هنحكي أنا وياها عن مجموعة مواضيع منها التنمر. يب، التنمر. التنمر ماله؟ التنمر هي صفة سيئة ممكن تنتج عن عقد نفسية بالبيت، ممكن يكون في مشاكل عائلية في البيت فما بيقدروا يفرغوها هم جواتهم. المتنمرين. المتنمرين فبيروح عند شخص تاني وبيفرغوها عليه، ناقص بيملأ نفسه بإنقاص الآخرين. هسا جرب معهم أول الخطوة الأولى إنه تحكي معهم يعني بأسلوب منيح إنه ما بصير هاي الشغلة غلط، هاي الشغلة بتجرح مشاعر الآخرين، ممكن الناس ما يتقبلوا، ممكن يصير عندهم أشياء نفسية مو منيحة. هل هم ما عندهم الشغف ولا هم مش مكتشفينه؟ لا هم مش مكتشفينه، يعني كل حدا عنده شغف. في ناس مش مكتشفينها، في ناس مكتشفينها بس هم يعني ما عم بيستثمروا فيها، ما عم بيستثمروا. يعني هل حاسة أنت في مجتمع بيعلمك ان تكوني احسن او تكوني جاهزه لمستقبلك؟ لا، هيك بكل صراحه لا. في ناس لا سمح الله بيرموا اولادهم، هذا الابن بيصير مكتئب متوحد عصبي، يمكن يهجم على الطفل من المدرسه تاعته. صحيح. نقتله؟ لا طبعا لا. قسما بالله العظيم ما بفهم عجيلكم عن موضوع التكنولوجيا. انتوا هلا في اشياء انتوا ما بتفهموها عن التكنولوجيا، انا بستغرب انتوا كيف مش فاهمينها. اليوم معدلك في المدرسة هو المقياس تبع ذكائك؟ طب شو المقياس؟ انت نفسك الداخلي. يعني مثلا انت شخص في جوادك شخص تاني هو الاساس تبعك. يعني مثلا انا مثلا ما قدرت ادرس الرياضيات وجبت بس علامة واطية. يعني انا ما بحكم مثلا على علامتي بالرياضيات، بحكم علي انا نفسي، انا مين انا اصلا. ومين انت؟ شوت. كانت شخصيتك هيك قبل الرياضة ولا الرياضة أثرت عليك؟ الرياضة كتير أثرت علي. قديش؟ يعني أنا قبل ما أبلش كنت حساس كتير، ما كان عندي تنظيم وقت أكل، كنت دائما هيك مكركب. بعد الرياضة صرت أقدر أنظم وقتي، يعني وقتي، وصرت أنه متشد أكتر، يعني بطلت زي زمان فافي شوي هان. أنت بتحكي عن حالك. أنا ماليش دخل. أساس البحث عن التطور هو التربية. أصلاً يعني في ثلاث أشياء أنت ممكن تربى فيهم. أول شيء عائلتك، ديها المدرسة، ديها المجتمع كله. المجتمع كله زي اختبار، ماشي؟ أنت كيف تربيت في هدول الخطوتين؟ الثلاثة، التنتين المدرسة والبيت، الثالثة النتيجة. ممتاز. عمر المراهقة نفسياً نفس كيف يعني متعب عمر المراهقة؟ هلا أنا ما عم بحكي عن وجهة نظري، أنا بحكي عن وجهة نظر كتير من أصحابي. إحنا كلنا ما نشوف بالذات بعمر المراهقة دائما نشوف حالنا ناقصين. ناقصين بمعنى؟ بمعنى مادي، بمعنى مهاري، بمعنى تعليمي. حتى لو كان عندك كل إشي بهذا العمر بتحس حالك ناقص. بيقولوا المراهق بيعرفش حاله أو بيعرفش شخصيته، فإذا هو بيعرفش حاله أنا كيف بدي أعرفه إذا حكيت معه؟ هو أنت بس تساعده هو حيبلش يعرف شخصيته، لأنه أنت يعني إشي كبير بحياته، فبس أنت تحكي معه هو حيعرف شخصيته. مثلا نقول إنه أنت قدوته، هو حيصير يطبق الأشياء الكويسة اللي أنت بتعملها، وإذا أنت بتعمل أشياء مش كويسة برضه حيطبقها، لأنه مثلا أنت المثال أكبر إله. فبدك تطلع معه بهدوء أو تطلعوا لحالكم إنه بتحكي له إنه أنت ليش كنت مشغول عنه زمان، أو انه انت بدك ترجع صحبه معه زي اب وابن، يعني زي like father like daughter. طب اعطيني like father like son، بيكون ابنك زيك. صحيح، عندك مسؤوليه تجاه عائلتك. فكيف تعاملتي مع الموضوع؟ لازم كنت اعلم اخواني انه شو ما صار معهم ضلوا قوايا، شو بدي اكون الحدا اللي يجوا عندي. يعني لو بيكون وقت كتير هو صعب لهم لازم يجوا عندي، لازم يحكوا لي مشاكلهم، لازم أساعدهم. دائما بدي أكون الحدا اللي بيرجعوا له، اللي بيطمن إن هو في حدا مع عند ظهرهم، يعني في حدا ساندهم. لما تحكي لي روح على دكتور نفسي رح أكش منك، ما رح أكون مبسوط. ليه؟ لأني بحس إنه بحس إذا روحت ما رح أستفيد. ما انت ما بتعرف، يعني هو يمكن يساعدك، او بس انت اذا لسه مفكر حاله انه لو رحت عنده انه خلص انت مجنون ما في حل له، يعني هون هاي طاقه سلبيه كمان. صحيح. فانت لازم تجرب وتشوف. بتحكي لي اكثر عن مبادرتك شوي. بلشت لما كان عمري 6 سنين. فكرت فيها لانه جدي نبيل الله يرحمه. الله يرحمه. فكرت فيها
أعطي مصاري لمركز السرطان عشان ما يصير لناس هيك أكتر، عشان ما يصير معهم هذا المرض ويسبب الموت. جدك نبيل توفى بسبب السرطان. زرته شفته حكيت معه. فأنت قررت بعد ما فقدت جدك أنك تحاول تساعد الناس. وأول لوحة رسمتها شو كانت الفكرة؟ كان فكرتي أنه أساعد الناس وأعطي خير. كم لوحة بعت تقريبا؟ تقريبا 200 لوحة. والمصاري كلها تبرعت فيهم؟ كلياتهم. هذا إشي كتير عظيم. أنا يعني كتير حاس حالي صغير قدامك.